السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله حبيباتي في فيديو جديد. أتمنى يا رب أنكم تستفيدوا من الفيديو. حابة في بداية الفيديو حبيباتي بس أنبه على حاجة بسيطة أو كذا حاجة بسيطة قبل ما أبدأ معاكم. أول شيء الفيديو يتكلم عن مشتريات المنظلة التوفير، والمكان هذا جاني سؤال عنه فين موجود بالضبط، وفي واحدة قالت لي في جدة، هو أصلا في جدة وفي المدينة، الفروع هنا مكتوبة أنه في جدة وفي المدينة المنورة، في جدة فرع وفي المدينة المنورة فرعين، غير كذا مو مكتوب عليه صراحة. برضو جاني واحدة كتبت لي في المرة اللي فاتت في فيديو ظل التوفير في الجولة وكذا، قالت لي ليه ما تروحي محلات 5 ريال فيها أشياء أحلى من كذا. أنا أتفق معاكي، في محلات أبو 5 فيها أشياء حلوة طبعاً، وأنا دائماً أروحها وأصور لكم منها، بس ظل التوفير يبدأ من 5 وفوق، يعني في ب5 في ب10 في على حسب. محلات اللي ب5 ريال ما راح تلاقي فيها عزكم الله مثلا أحذية كويسة، ما راح تلاقي فيها مثلا قدور طاوات هذه التفال، لأنه ب5 فتحتلاقي أشياء يعني بلاستيكات زي كذا يعني، فهمتوني؟ فعشان كذا أنا يعني رحت ظل التوفير أني ألقى فيه الرخيص وألقى فيه المتوسط. الغالي أكيد كلنا ما حد مننا يبغى يشتري الغالي مرة إلا إذا كان من محل موثوق. بعد كذا أبغى أقول لكم حبيباتي الله يسعدكم، أنا ملاحظة إنه اللي يدخلوا عندي الفيديوهات يعني هم أكثر شيء من غير المشتركين، فأقول لهم يعني أتمنى منكم، أتمنى من كل قلبي أنكم تشتركوا إذا كانت تعجبكم الفيديوهات وتدخلوا تفرجوا فيها. ليه حبيباتي ما تشتركوا معايا؟ وبرضو الناس اللي مقصرين في اللايكات، ترى يا بنات اللايك والاشتراك والله ما راح يضر بأي حاجة، غير أنه راح إن شاء الله يرفع الفيديو ويفيد قناتي إن شاء الله، ويحمسني أنا أني أقدم لكم أشياء أحلى وأكثر وأشياء أفود، يعني تصير تطلبوا مثلا طبخة، تطلبوا مثلا نروح مكان أعمل جولة، أكون متحمسة أكثر. لكن إذا كنت أنا أطلع وأتعب ومشاوير وزي كذا يعني تفهمين، يعني الفيديو ترى المونتاج والصرف يعني عليه يكون مرة مرة كبير، فأنا إذا كنت يعني أتكلم في هذا الشيء وفي الآخر ما ألاقي تعليقاتكم حلوة صراحة ومشجعة، لكن إذا كنت ما ألقى مثلا لايكات ما ألقى، فأنا إيش استفيد؟ ما استفدت أي حاجة غير أني اللهم تعب، بس تعبت على الفاضي. غير كذا أخواني وأخواتي اللي يدخلوا الله يسعدكم يقولوا أنا اشتركت عندك، اشتركي عندي، أنا ما أدري، أنا زرتك، أنا أنتوا بهذه الطريقة تضروني ما تنفعوني، تضروني تضروا أنفسكم، لأني أنا ما راح أتبادل اشتراكات، تبادل الاشتراكات راح يضر قناتي وما راح يفيدني. طول أنا ما عندي متابعين من تبادل الاشتراكات عمر قناتي ما راح ترتفع، لأنه حتكون بدل أنا شفت لك أنت شوفي لي، أنا جيتك أنت تعاليني، فأنا بهذه الطريقة ما راح أستفيد وأنتوا ما راح تستفيدوا. فعشان كذا تتعبوا انفسكم، لا تدخلوا مجرد بس انكم تضروا انفسكم وتضروني. انا الامانه ما راح اكذب عليكم، انا ما راح اجيكم، اللي يقولوا لي احنا جيناك تعالينا، كيف راح اجيكم؟ اتركوا لي كومنت حلو، اتركوا لي تعليق حلو بدون ما تكتبوا انا جيتك، انا فعلت الجرس، انا تواصلت معاك، انا زرتك، انت زوريني. لا، انا لما اشوف واحده جديده في قناتي وكاتبه تعليق حلو وتعليق محترم وما هي طالبه تبادل كذا صريح وما هي ضارتني، لان التعليقات دي تضر القناه يا جماعه، فأنا بنفسي من على عيوني ثنتين أروح لقناتها، أنا بنفسي والله العظيم ما أترك أي وحدة، أروح لقناتها وأتفرج في الفيديو، أتفرج منه 4-5 دقائق، المهم إنه إيه يكون متوسط المشاهدة عندك كويس، مو أدخل من أول لثانيتين ولا دقيقة واحدة ما حتى تكمل دقيقة يعني ثواني، وتقول لها تقول لي مثلا أنا جيتك تعاليني. اليوتيوب لما يلاقي الفيديو بس البداية، يعني أنا أحيانا أكون حاطة صور مصغرة رائعة، أكون مصورة تصوير كويس، أكون منجل فيديو مونتاج كويس، فما ألقى يعني اليوتيوب يرفعه في البداية يدعمني في البداية، لكن بسبب التعليقات اللي هي بتدخل تقول بس شوية كذا جزء من الفيديو ثانيتين وتدخل تقول لي أنا زرتك زوريني أنا، ويطلعوا لما اليوتيوب يشوف التعليقات أو يشوف متوسط مشاهدة هذا البسيط يفتكر إنه فيديو مو حلو، يفتكر إنه محتوى مو حلو، ما يعرف إنه ناس دخلوا بس يقولوا لي أنا زرتك تعاليني ويطلعوا، يشوف المشاهدة في البداية قليلة مرة فيقوم يحطوا في حاجه اسمها الران او حاجه زي كذا انه ينزلوا خلاص ويروح الفيديو. انا عشان كذا مو راضيه ترتفع مشاهداتي رغم اني انا والله اتعب في القناه والكل يقول انه قناتك حلوه، بس مو راضيه، ومشتركين ما شاء الله جالسين يزيدوا، بس المشكله في المشاهده، وبسبب المشاهده بسبب ايه؟ بسبب الناس اللي يدخلوا يضرونا بهذه التعليقات. ارجوكم لا تدخلوا قناتي، اللي يدخلوا يقولوا تعاليني انا زرتك زوريني انا، ويدخلوا بس بدايه الفيديو عشان يكتبوا لي الكلام
هذا يشوفوني ثانية ويطلعوا ويضروني ويضروا قناتي. أنا أتمنى منكم إنكم الله يسعدكم لا تجوني ولا تبادل معاكم وتتبادلوا معايا. أنا أبغى متابعين حقيقيين اللي تجبوا قناتي ويدخل يشترك عشاني أنا وعشان قناتي وعشان الأشياء المحتوى اللي في قناتي على عيني وراسي وحيا الله. وإذا كانت صاحبة قناة أنا أروح لها على عيني بدون هي ما تكتب شيء. وإذا كنتي بس داخلة عشان تبادل فالله يسعدك لا تضريني ولا تضري نفسك. أنا ما رح أجي اللي تكتب لي تبادل أنا ما رح أجيها أوكي ولا رح أعلق يعني ولا رح. فهذه بداية معلش أنا آسفة إني بديت الفيديو بس لأنه هذا الموضوع لازم أتكلم معاكم فيه لأنه أصبح صراحة موضوع يضايقني وأصبح موضوع يعني كذا رح يضر قناتي ما رح ينفعها. يعني أنا يعني على التعب وعلى المجهود اللي أنا أجهده على الفيديوهات اللي أمنتج وأصور وأحاول كل يوم أنزل عشان إيه اللي ما ينزل كل يوم برضو اليوتيوب يستبعده وما رح يدعمه. إذا كنت تنزلي في الأسبوع مرة مرتين اليوتيوب ما يدعمك بهذه الطريقة يحس إنك ما أنت جادة. فأنا بصور وبمنتج وبروح وباجي عشان أبغى أكبر قناتي مو عشان يجوا في الأخير الله يهدي بعض الأخوات يقولوا لي زرتك وزوريني ويعني ضيعوا تعبي ويطيحوا على الأرض. بس حبيباتي أنا آسفة لو كنت طولت في المقدمة يعني وتكلمت فيها يعني أسهبت فيها. رح أحاول بسرعة أستعرض معاكم الحاجات بس أنا آسفة كان لابد أني أتكلم في هذه النقطة. في الجولة اللي فاتت في الفيديو اللي فات أنا يعني تكلمت عن أو جبت هذه الصحون جبت من هذا النوع اثنين وجبت من هذا النوع اثنين. واحد منهم انكسر كذا من ورا شوية فأنا ما أحب صراحة جمع الصحون لما تكون مكسورة فرجعت اشتريت واحد بداله ورجعت كملت لهذا كمان اثنين على أساس يصيروا أربعة. وجبت برضو من نفس الشكل الأول بس مو زي كذا زي الزبدية مو هذا تحسوا جاي على زي الزبدية شوية لا هذا مفتوح شايفين هذا ملعون وهذا مفتوح هذا جبت منه برضو اثنين وكان الواحد منهم بخمسة ريال. كمان جبت الفازة هذه كانت بثمانية ريال يعني فازة أو أصيص زرع صغير أو بس أنا حستخدمه استخدام ثاني إن شاء الله لما أصور المخزن رح أوريكم إن شاء الله لأنتوا أنتوا طلبتوني أصور المخزن. وتصوير المخزن هذا على فكرة من الأشياء اللي أنا مأجلتها لغاية ما أضبطه عشان تعرفوا أني أنا فعلا صادقة معاكم وما أقدم لكم أي كلام أبغى أقدم لكم شيء يكون على مستواكم وعلى مستوى وعلى ذائقتكم ويكون يعجبكم بإذن الله. فلا تنسوا حبيباتي اللايكات الله يسعدكم اللي الآن ما حط اللايك تحطوا الله يرضى لي عليكم. كمان يا بنات برضو جبت هذا جبت هذا حبيباتي الصحن هذا برضو بخمسة ريال يعني شوفي حتى الأسعار حقتهم طيبة صراحة أسعارهم كويسة مو غالية. في عندهم الغالي زي ما قلت في عندهم الرخيص يعني تقولي مثلا غالي لا تشتري منه أغلب الأشياء عندهم بخمسة ريال بلاستيكات المنظفات بس يمكن هي الأحذية الله يعزكم والقدور والهذا هي اللي شوية أسعارها أغلى. هذا برضو كان بخمسة ريال. كمان أخذت هذا الصحن أو التبسي وبرضه هذا على كبره ما شاء الله تبارك الله كان بس بخمسة ريال لأنه عندي كذا التباسي يعني عندي كذا تباسي قديمة من زمان ما أخذتها فقلت خليني أغير. كمان اللهم صل على محمد برضه أخذت كاسات الورق. أنا اشتريت قبل فترة بس هذه ما نستغني عنها ووريتكم هي في المشتريات اللي فاتت. بس زي ما قلت لكم كاسات الورق ما في غنى عنها. هذه أخذتها بريالين أعتقد كان عليها عرض بريالين ونص هذه كلها ما شاء الله بريالين ونص. أخذت يا بنات كمان وانتوا بكرامة هذا الشوز أو الحذاء الولدي كان سعره بسبعة وعشرين ريال ونص. هذا هو ما شاء الله تبارك الله حلو لين طري من هنا وشوفوا كيف ما شاء الله يعني أنا عشان كذا أكثر شيء أروحه عندهم جميع المتطلبات وأسعارها طيبة يعني هذه ممكن تأخذيها برا بثلاثين بخمسة وثلاثين بأربعين يعني عندهم كانت بسبعة وعشرين ريال برضو تفرق تقدري بدل الواحد تاخذي اثنين وانا فعلا اخذت لكل واحد اثنين لانه احذيتهم الله يعزكم صغرت فخلاص حطيتها على جنب على اساس ان شاء الله اني ناويه اطلعها باذن الله فاخذت لهم هذه انا صغرت عليهم فرجعت اخذت لهم هذه اخذتها الولدي محمد كبير وهذه اخذتها للصغنن
واخذتها شويه مقاساتها كبيره على اساس انه يكفيهم فتره، لانه ما شاء الله الاطفال معروفين من سن كذا لا قوه الا بالله، من سن 3 سنوات لغايه كذا ما شاء الله 15 سنه معروف سن النمو، فما شاء الله تبارك الله تغير مقاساتهم، فاخذته شويه كبير هذا للصغير اخذته، وبرضه كان سعره ما شاء الله ب 23 ريال. شايفين يا بنات؟ شوفوا ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحسوا ما شاء الله الكوتش حقه كوتش حقه ما شاء الله قوي ومطاطي ولين في نفس الوقت، وقستوا عليهم كان مرة حلو، وبعدين رمادي ما شاء الله يناسب كل شيء، وكان زي ما قلت لكم 23 ريال. برضو هذه أخذتها الكبير وكان سعرها 23، تخيلوا يا بنات، هو عجبته علامة البيبسي هذه عليها. شوفوا ما شاء الله قديش سمكها وقديش من هنا ما شاء الله طرية مرة يا بنات، عندهم الأحذية ما شاء الله لا قوة إلا بالله رائعة. أنا ما ألقى زي كذا أحيانا في السوق، ما ألقى خيارات زي كذا أو تكون أغلى. لو كنتي حابة تاخذي مثلا عندك كذا طفل أو حابة تاخذي لكل واحد مثلا 2 ينوعوا ويغيروا على مثلا الغوامق على الفواتح، حتكون غالية عليك تاخذيها من برا، لكن شوفوا ما شاء الله من عندهم يعني كل المشتريات دي ما شاء الله ما كلفتني 200 ريال لا قوة إلا بالله، أو أقل من 300 ريال. وبرضو أخذت وبرضو للصغير أخذت له هذه، هي تقليد سكيتشرز، مو طبعا سكيتشرز تقليدها، بس إنها حلوة برضو، خامتها حلوة وطرية وما شاء الله قوية من تحت، وكان سعرها ب20، هذه بس ب20 ريال، حتى تختلف عندهم، شوفوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله مرة حلوين. أخذت كمان كيس الخروج هذا، أنا عندي أكياس للترامس القهوة والشاي، بس إنه حاجة كذا تكون عريضة مثلا لصينية لقدر، أخذت معايا حافظة حاجة تكون زي كذا متسعة وكبيرة زي كذا عرض فيها، هي طول عندي لكن عرض ما عندي، فأخذت هذه ماني عارفة صراحة سعرها، بس أتوقع إنها ما تزيد عن 3 ريال 5 ريال. زي ما تشايفين يا بنات أسعارهم طيبة والله، مش مو يعني غالية مرة، مو غالية، في أشياء عندهم حلوة. كمان انا عندي الطاوات تبعي او التاوات او زي انتم ما تسموها، انا عندي واحده صغيره وواحده اللي هي تبع طقم الجرانيت، بس انهم مره خلاص تخدشوا وطاحت الجرانيت كم مره وتعروجت من هنا من فوق، وتحرقت انحرقت من هنا ومن هنا مع الزيت مع والصغيره برضو حقت البيض انا اخذتها من دايسو قبل تقريبا سنه وشويه، بس خلاص برضو انعدمت، شخطوها يعني مع الغسيل، او مثلا الاطفال لما يكون مثلا ياكلوا، او احيانا برضو بنتي تسوي مثلا دومي فتستخدم الشوكه، فانعدمت فاضطريت اني اخذ 2 جديده. اخذت هذه صغيره عشان البيض، وهذه سعرها 16 ريال ونص، يعني شوفوا سعرها مره طيب 16 ريال ونص. واخذت هذا القدر او مو قدر تقدروا تقولوا عليه برضو طاوه ب 23 ريال بس، شوفوا شكله مره يا بنات ما شاء الله حلو، برضو تسوي فيه ممكن شكشوكه، تسوي فيه مثلا توفي صوص توفي، تسوي فيه صوص مثلا بسبوسه الطازج، فول مره يعني ما شاء الله تبارك الله الكذا غرض، بس ب 23 ريال سعره. برضو اخذت هذه الدعاسه وانتم بكرامه، اخذت هذه الدعاسه او هذه اخذتها برضو غرفة اولادي عشان غرفتهم كذا بويتها لونها سماوي، فاخذت لهم هذه وكان سعرها ب 11 ريال ونص، حلوه كذا وناعمه وكبيره ما شاء الله، يعني حجمها ما شاء الله ماسك الباب كله باب الغرفه. هذه الثانيه الكبيره اللي اخذتها بدال الجرانيت، برضو اخذتها جرانيت وما شاء الله تبارك الله مره سعرها مره حلو عندهم، افتكر انه سعرها كانت في العشرينات يعني 27 يمكن، بس حاجه زي كذا هنا مو مكتوب، بس كان مكتوب على الرف 27 اعتقد كان سعرها، جرانيت وكبيره ما شاء الله تبارك الله. هذه اذا ابغى اسوي مثلا شاورما الدجاج ابغى اسوي يعني، فما شاء الله تبارك الله كويسه مره حلوه. بعد كذا ما شاء الله لا قوه الا بالله، هذا عندي هذه ب 5 ريال للزيت، هذه ما نستغني عنها طبعا عشان البطاطس، وعشان انا وريتكم قبل فتره من شيء ان اخذت لي زي الملقار زي المقص، بس هذيك اكثر شيء تنفع ليه، تنفع مثلا طعميه بروست زي كذا، لكن هذه ضروريه عشان البطاطس عشان رمضان الله يبلغنا ان شاء الله وياكم دحين، عشان السمبوسه القيمات تعرفوا يعني ب 5 ريال بس، يعني المواعين عندهم رخيصه صراحه، بس الاشياء الثانيه ممكن تكون
كمان أنا المرة اللي فاتت أخذت من عندهم شوز كذا رياضي الله يعزكم رمادي، المرة هذه أخذت ذا عجبني عشان كذا لونه بني أو بيج تقريبا، وهذا سعره برضو كان أعتقد 23 ريال نفس الشيء. شوفوا ما شاء الله تبارك الله حلو مرة وطري، يعني ما شاء الله لونه مرة حلو. آخر حاجة في الأغراض كلها أخذت هذه الفرشة، أكيد بتقولوا لي ليش دائما أنت تأخذي هذه الفرش، بس لأني أحب أغير كل فترة وأحب الله يعزكم كل حمام، أنا عندي أكثر من حمام يعني الله يعزكم وتب كرامة، فأحب كل حمام صراحة تكون له فرشته خاصة، زائد أني أحب أغيرها كل فترة، ما أحب تجلس عندي فترة طويلة لأنه صح أني نغسل بصابون وكذا، بس إنه برضو معرضة للجراثيم والأوساخ وكذا. ما عليها السعر، بس أغلب أشياء اللي ما عليها السعر تكون من 3 ريال لخمسة ريال بس، ومن هذه الشركة حلوة، هذه الشركة هذه العلامة هذه برضو حلوة، دائما من المكانس حقتهم كذا حلوين. دورت عندهم مكنسة طويلة تبعت المطبخ اللي هي تكنسيبها كذا بيدك اليدوية، بس ما لقيت يعني. بس حبيباتي هذا هو، أتمنى الفيديو يكون عجبكم، لا تنسوا حبيباتي اللايكات، واللي ما اشتركت تشترك لو حبت القناة. شوفكم على خير، مع السلامة.